أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية تشارلز براون أن القوات الأوكرانية تواجه تحديات خطيرة ولا تستطيع إيقاف القوات الروسية دون دعم عسكري متواصل. هذا وقال براون أن روسيا تعمل بقوة على إعادة تشكيل قوتها العسكرية مستخدمة تفوقها العددي الإرهاقي عزيمة وموارد كييف، ومشددا على ضرورة العمل بجدية لمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا لمواجهة التفوق المستمر لموسكو.